انا اللي نبلغهم انا الصحه الدكتور تازي ليست بخير، لا هو ولا الزوجه ديالو ولا الاخ ديالو، صحتهم ليست بخير، وهذه كانت من بين المبررات اللي تقدم لها بمقتضاها طلب صلاح المقاتل على اعتبار ان موضعي الصحي ليس بخير. انا تنأكدها لكم من اليوم، جعجع ليس من ورائها طاحين. اليوم عندنا افعال كبيره، تهم كبيره، وكل الافعال غير موجوده، وسيثبت الزمن المقبل وانتم تتابعون معنا هذا الملف ان التهم لا علاقة لها بالأفعال المرتكبة. ولنأكد لكم اليوم هؤلاء الأشخاص اللي اليوم متابعين بالتجارة بالبشر، ما عندنا ولا ضحية واحد تيجي يقول أنا كنت ضحية، وما كاينش في الملف ولا واحد اللي قال أنا تم استدراجي أو تم طلبي أو تم إحضاري أو تم استعبادي أو شيء من هذا القبيل. وهذا الشيء غادي نثبتوه وغادي تتابعوه معنا. ملف ما في الملف اليوم أريد أن يكون فيه ضحايا رغما عنهم. وانا تنقول انا تنخوف انه اليوم يوقع الاتصال بعض الاشخاص باش يجيو وينتصبوا كضحايا اللي ملا هذا الملف. ما كاينش شكايه اصلا، اللي تاكد لكم ان هذا الملف حرك بدون شكايه ولا شخص جاء تقدم بشكايه. اليوم الملف تاجل الجلسه ديال 4/5 لاعداد الدفاع، وحنا في ان شاء الله الهيئه ديال الدفاع ديال المتهمين غادي نسقوا من اجل يعني ان الجلسه المقبله ان شاء الله ستبدا المحاكمات و بسم الله مجراها ومرساها. انا ناشد من خلالكم القضاء والهيئه القضائيه ان تنظر للدكتور التازي ومن معه شي عوض بعين الرحمه بعين الشفقه، لانهم لا يستحقون كل هذا، لا يستحقون ما يقع لهم. نكبه من نكبات القرن، من نكبات القرن. اليوم عائلة تازي تعيش نكبة لا أتمنى أن تمس أي عائلة مغربية. اليوم الجلسة كانت مخصصة لأولا تجهيز القضية، حضر الدفاع من جميع الأطياف ديال جميع المتهمين، سجلوا المؤازرة والتمسوا أجل إحضار المؤازرين ديالهم على اعتبار أن المحاكمة يجب أن تكون محاكمة حضورية، وأنه لا يمكن لهذه المحاكمة أن تكون محاكمة عن بعد، والمحكمة راها غادية مع في الاتجاه. وبعد ذلك تقدم لها طلبات الصلاح المؤقت على اعتبار انه هذه المحاكمه يجب ان تتم في ظروف اللي تسمح للمتهمين باش يدافعوا على نفسهم. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.